بالعودة أو أجدد الترحيب بمراسلنا بوردة خاز من دهوك ليحدثنا عن اختيار قائم مقامين 2 و5 مديري نواحي. نعم بيوار، لك الكلمة. نعم، مساء الخير رفاه وعلى زميلي سمير. طبعا من ضمن سلسلة التغييرات الإدارية في حدود محافظة دهوك التي تقع ضمن حزمة الإصلاحات التي تقوم بها حكومة أقليم كردستان، عقد مجلس محافظة دهوك اليوم جلسته رقم 114 لسنة 2021 حسب الفقرة الأولى من المادة 28 من المنهاج الداخلي لمجلس محافظة دهوك، وكذلك استنادا بقرار أو قانون رقم 1 لعام 2015 الصادر من برلمان إقليم كردستان والمتعلق باختيار وتعيين مدراء الوحدات الإدارية في المحافظات الكردستانية. الجلسة اليوم في مجلس محافظة دهوك كانت بخصوص التصويت على اختيار قائم مقامين لقضائي زاخو وآميدي وكذلك 5 مدراء نواحي في حدود محافظة دهوك. تم اختيار السيد وارشين سلمان مديرا لقضاء آميدية وكذلك مشير محمد قائم مقاما لزاخو. أما بالنسبة لمدراء النواحي الذين تم التصويت عليهم اليوم في مجلس محافظة دهوك فهما كل من مدير ناحية شيلاتزه وكذلك مدير ناحية مانجيش في قضاء دهوك بنفسه، وأيضا في قضاء آكري تم تعيين كل من منهل موفق مديرا لناحية بجيل، وكذلك تم اختيار أحمد قارو مديرا لناحية جردسين في قضاء آكري. كل هذه التغييرات كما ذكرت تأتي ضمن يعني التغييرات أو ضمن الحزمة الإصلاحية التي أطلقتها حكومة أقليم كردستان وتعيين شخصيات جديدة وطاقات شبابية لخدمة هذه الأماكن، حيث ما يميز هذا أو ما يميز هذه التغييرات هي أنه كل الأشخاص الذين تم اختيارهم عدا القائم مقامين حيث كانوا قبل هذه الفترة هم مدراء للنواحي وتم ترقيتهم إلى أن أصبحوا قائم مقام، أما الخمسة البقية أي مدراء النواحي هم تم تعيينهم جدد أي أول مرة يتسنمون منصب مدير ناحي على خلاف المشهد الذي اعتدنا أن نشاهده في يعني الكثير من الأماكن العراقية حيث دائما يتم تغيير فقط في الأماكن، لكن في دهوك اليوم تم تعيين أشخاص جدد لإفساح المجال كما ذكرت أمام الطاقات الشبابية وأيضا من أجل مثلا خدمة هذه المناطق التي تم تعيين هؤلاء الأشخاص في هذه الأماكن. يعني هذا كان بالنسبة يعني ما متعلق بالتغييرات الإدارية في محافظة دهوك. أما بشأن الواقع الصحي أو الموقف الوبائي لفيروس كورونا في محافظة دهوك، يتساءل الكثير لماذا يكون أعداد الإصابات في محافظة دهوك مرتفع مقارنة بالمحافظات الكردستانية الأخرى. السبب هو أنه في دهوك يتم إجراء أكبر عدد من فحوصات فيروس كورونا، فبالتالي يكون أيضا أعداد الإصابات مرتفع حيث هناك تناسب طردي، كلما ارتفع أعداد الفحوصات يرتفع أيضا أعداد الإصابات بهذا الفيروس. أما على مستوى الالتزام بالتعليمات الوقائية، محافظة دهوك من المحافظات الملتزمة بشكل جيد جدا، يعني الكل في جميع الأماكن ملتزمون بالتعليمات الوقائية من ارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي، وأيضا بالنسبة للمركبات هناك التزام تام، كل من يقود المركبة ومعه أيضا أشخاص آخرين في المركبة يجب عليهم ارتداء الكمامات وإلا سوف يتعرضون للمخالفات. باختصار هذا ما موجود من دهوك، وعودة إليكم في الاستوديو. نعم، بواردة خاز مراسل.